كابتن نادي كبير وإعلامي رياضي من يوم اعتزاله ومشاكله أكبر من العادي. سيرتك على كل لسان بتقول كابتن الأهلي اللي ما بيعرفش يلعب شادي محمد. طب خدت إيه من النادي الأهلي؟ ما أنت لما كبرت مشاك. خالد الغندور بتقول عليه فطوطة؟ على فكرة فطوطة كان راجل لذيذ جدا، ده عامل تاريخ كبير جدا، احترم كيان نادي الزمالك ولكن مش مطلوب مني احب الزمالك. يا عم شادي اللي عامل احترام للوجو يشرب مكيفات جوه النادي وانت فاهمني وقارين. سبب خلافك مع مرتضى منصور مجلس إدارة محمود الخطيب مشاك من قناة الأهلي ورفض عودتك. لأن أنا دمي حر، لو حمود بسبب الكلام ده وتدخل مشاكل مع ألف واحد حتى. برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إناس الدغيدي الموسم الخامس يوميا في رمضان الساعة 6:25 مساء والإعادة الساعة 12:00 صباحا حصريا على القاهرة والناس.